هل البرودكتس اللي هن شوجر فري بيعلوا لنا معدل السكري ولا لا؟ بلا، فيهم يعلوا لنا معدل السكري خاصة إذا هن معمولين من كربوهيدرات، يعني عندنا نوع من الأكل اللي هو شوجر فري، هذا ما بيعني إنه ما فيه نشويات، هن ما منزيدين له سكر، ولكن بحد ذاته البيسكوي مثلا هو معمول من النشويات، لذلك مش كل شيء شوجر فري مش رح يأثر على معدل السكري تبعنا.